ينضم إلينا ناقد رياضي ياسر الشنواني من لندن. كابتن ياسر، أهلا بحضرتك على شاشة القاهرة الإخبارية. ما هي الأسباب التي دفعت إنتر ميلان للتتويج بلقب كأس إيطاليا على حساب فلورنتينا؟ اهلا وسهلا بحضرتك، وسعيد ان اكون معاكم كالعاده، واهلا وسهلا مشاهدينا الكرام. طبعا بنبارك لانتر ميلان ان هو حصول على الدوري، على كاس ايطاليا للمره التاسعه في تاريخه والمره الثانيه على التوالي. كان كسب الكاس السنه اللي فاتت، كاس ايطاليا، بعد التغلب على يوفنتوس، وامبارح كسب فيورنتينا. فيورنتينا فرقه قويه جدا، مؤديه اداء رائع جدا في الدوري الايطالي السنه دي. فكون ان هو انتر ميلان يؤدي الاداء القوي ده، يكون فرقه صعبه جدا. كلنا عارفين ان المباريات النهائيه، سواء تشامبيونز ليج، سواء كاس، سواء دوري، سواء يوروبا ليج، لما تستقبل هدف في اول المباراه دي بتفرق كتير جدا. فلو الفرقه مش قويه، لو الفرقه مش واثقه في نفسها، لو المدرب مش مركز، لو اللعيبه مش بينفذوا فكره المدرب، هتفرق كتير جدا. فده اللي فرق مع انتر ميلان. انتر ميلان قدم مباراه قويه، قدر ان هو يقلب الطاوله على فريق فيورنتينا ويكسب 2-1 بهدفين للارجنتيني اللي تالق في كاس العالم 22 في قطر، مارتينيز، واحرز هدفين. بسبب الهدفين دول كسب انتر ميلان الكاس. لكن خلينا نقول برضو ان دي هتفرق كتير جدا مع انتر ميلان. انتر ميلان ما قدرش ان هو يحقق الدوري الايطالي، جاب المركز الثالث بعد نابولي، بعد لاتزيو، ففي المركز الثالث ب 66 نقطه، لكن هو عمل حاجه يعني يعتبر انجاز وصوله للتشامبيونز ليج. فدي هتفرق كتير جدا مع انتر ميلان، وهتدي له دفعه نفسيه قويه جدا، حصوله على كاس ايطاليا للمره الثانيه على التوالي والمره التاسعه في تاريخه، ان هي هتفرق معاه في المباراه القادمه اللي هتقام في تركيا اسطنبول، نهائي تشامبيونز ليج ضد مانشستر سيتي يوم 10 يونيو القادم. خلينا نقول كل التصريحات اللي صرح بيها سيميوني انزاجي مدرب انتر ميلان، بيقول ان دي هتفرق معاه جدا في المباراه القادمه ضد مانشستر سيتي في نهائي تشامبيونز ليج، وخصوصا ان هو عنده مباراتين قويتين في الدوري الايطالي برضه هيخليهم يعتبروا استعداد للمباراه النهائيه في تشامبيونز ليج، مباراه ضد اتلانتا ومباراه ضد تورينو. نعم، لكن على الناحية الأخرى كابتن ياسر، خسارة لقب الكأس بالنسبة لفلورنتينا هل ستكون مؤثرة، خاصة أنها تأتي قبل مباراة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي أمام ويست هام يونايتد؟ أكيد، يعني زي ما احنا بنقول إن المباراة دي كتير نفسيا جدا، وهيكون لها تاثير ايجابي جدا على انتر ميلان في مباراته المرتقبه في نهائي تشامبيونز ليج، فاكيد برضو دي هيكون لها تاثير نفسي على فيورنتينا. لكن العامل اللي هيفرق في الموضوع ده هو علاقه اللعيبه بالمدرب. المدرب ازاي يقدر يطلع اللعيبه من الناحيه النفسيه اللي فيهم، سواء ممكن يكون زي سيميوني انزاجي، هل هو هيخلي اللعيبه تبقى فرحانه جدا وتبالغ في الفرحه وتاثر تاثير سلبي عليهم في مباراه نهائي تشامبيونز ليج، او مدرب فيورنتينا هل هيقدر ان هو يطلعهم من الناحيه النفسيه بخساره كاس ايطاليا، وخصوصا ان هم كانوا متقدمين بهدف الخساره 2-1 في نهايه المباراه، ان يطلعهم من الناحيه النفسيه دي، ان هم ياهلهم ان هم يكونوا جاهزين لمباراه النهائي في المؤتمر الاوروبي. لدينا اليوم كابتن ياسر مواجهه مهمه بين مانشستر يونايتد وتشيلسي بالدوري الانجليزي، كيف ترى هذه المواجهه؟ وايضا هل من الممكن ترتيب كل فريق في الدوري الانجليزي، هل ممكن ان يؤثر في لعب هذه المباراه؟ طبعا الترتيب هيأثر جدا، لكن خلينا نقول ان دلوقتي احنا عندنا ان مانشستر يونايتد في المركز الرابع 69 نقطه بعد مانشستر سيتي اللي حصل على الدوري، بعد ارسنال، بعد نيوكاسل، لكن هو عنده مباراتين، مباراه النهارده ضد تشيلسي، وعنده مباراه في اخر الدوري يوم 28 مايو ضد فولهام. هو محتاج نقطه واحده بس عشان ياكد وصوله للتشامبيونز ليج، وخصوصا ان هو وراه ليفربول، لان لو اللي حصل لمانشستر يونايتد، لو خسر مباراه تشيلسي وخسر مباراه فولهام وليفربول كسب، واكيد ليفربول بلوك الكره هيكسب، لانه لاعب ساوثهامبتون اللي نزل اوريدي للشامبيونشيب، فهو محتاج نقطه واحده. لكن خلينا نقول برضو ان مانشستر يونايتد هيقدم مباراه بكل قوه، لان زي ما كلنا عارفين ان اريك تن هاج عمل طفره كبيره جدا في مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد اللي بدا الدوري بهزيمه على ارض ضد برايتون، وهزيمه بعدها ضد برينتفورد 4-0، ما كانش حد متوقع، لكن ان هو يوصل دلوقتي للنهائي، عند وخصوصا ان هو عنده نهائي الاف اي كاب ضد مانشستر سيتي، كاس الاتحاد الانجليزي، فهو عايز يوصل كمان للتشامبيونز ليج. لكن خلينا نقول برضو ان اريك تن هاج عمل طفره كبيره جدا في مانشستر سيتي، في مانشستر يونايتد، وخصوصا ان عنده فرقه قويه جدا، عنده يعني دخيا حارس على اعلى مستوى، عنده مارتينيز المدافع الارجنتيني، كاسيميرو يعني انتدام كاسيميرو من ريال مدريد
عمل فرق كبير جدا، لانه عمل التناسق ما بين الدفاع والهجوم، بيأدي بيعمل ربط ما بين الدفاع والهجوم لمانشستر يونايتد. فانا شايف انها تكون هتكون مباراه قويه جدا. مانشستر يونايتد هيبذل اقصى ما يسعه ان هو يكسب عشان يوصل للشامبيونز ليج، لكن خلينا برضه نقول زي ما قلت لحضرتك في المقدمه وفي التقرير ان تشيلسي في وضع سيء جدا. تشيلسي في المركز ال 12 بعد كل المصاريف اللي صرفها تشيلسي على انتداب لعيبه ويوصل للمركز ال 12 وما بيحققش اي نتائج ترضي الجمهور، فاكيد برضو عايز يحفظ ماء الوجه النهارده، لكن هتكون مباراه قويه. لكن انا شايف ان مانشستر يونايتد لان في الاوتفورد في ملعبه اكيد هيكسب المباراه النهارده. أشكرك شكرا جزيلا كابتن ياسر الشنواني من لندن على كل هذه المعلومات، شكرا جزيلا لك.